ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: اللهم اجعل مصر كنانتك في أرضك، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، واجعل مصر من خزائن الأرض كلها، من يردها بسوء قسمه الله. رحم الله كعب الأحبار الذي كان يصف مصر بهذه الأوصاف. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. العام الماضي كنا معاكم في مصر أرض الأنبياء، وتتبعنا آثار رسل الله الكرام وأنبيائه الذين جاءوا إلى أرض مصر وشرفوها. النهاردة هنبدأ مع حضراتكم في رحلة طويلة وممتدة في تتبع آثار آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والتابعين والعلماء وأولياء الله الصالحين الذين وجدوا في أرض مصر الملجأ والملاذ والأمن والأمان. رحلة جديدة في مصر أرض الصالحين. مصر كما كانت قبلة الأنبياء ظلت على العهد مقصداً ومحراباً وأمناً وملاذاً لأهل البيت النبوي الطاهرين والصحابة والتابعين الكرام والأولياء والعلماء. إلى أرضها الطيبة الطاهرة ارتحلوا، وبين شوارعها وأحيائها عاشوا، وبين ترابها كان مثواهم الأخير، ومنها نشروا العلم والعلوم والمحبة. أهل مصر كعادتهم يعشقون أهل البيت والأولياء، ويقدرون العلماء والصحابة والتابعين الكرام. ضربوا مثلاً رائعاً بتسمية أحيائهم بأسمائهم، ما بين حي السيدة زينب إلى رحاب الحسين، وما بين دروب السيدة عائشة إلى ميدان السيدة نفيسة، ومن مآذن مسجد عمرو بن العاص إلى بقيع القاهرة في المقطم، ومن كرامات المرسي أبو العباس في الإسكندرية إلى ساحة المجاهد أحمد البدوي في طنطا، ومن روحانيات عبد الرحيم القنائي في الصعيد إلى الحسن الشاذلي في وادي حميثراء بالبحر الأحمر. فأرضها الطيبة الطاهرة لم يترك منها شبر إلا وكان له دلالات وعلامات. وهنا نقولها بصدق وبيقين: مصر أرض الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير. نبدأ مع حضراتكم اليوم رحلة جديدة في مصر أرض الصالحين، بعد أن عشنا معكم في رمضان الماضي في مصر أرض الأنبياء. اليوم نتحول إلى رحلة جديدة إلى هذه الأرض الطيبة المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى، إما بزيارة الأنبياء والرسل الكرام، وأيضا في هذا العام مع آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين الكرام. نبدأ في مصر أرض الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا، كل عام وحضرتك بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير. اللهم أمين. فالدكتور، العام الماضي تساءلت وسألت فضلتك: لماذا مصر أرض الأنبياء؟ اليوم وبعد عام أكرر هذا السؤال: لماذا مصر أرض الصالحين؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا قدرها وهذا واقعها، أنها محروسة، محروسة بأهلها، ومحروسة بجيشها، ومحروسة بكم
الأولياء والأتقياء والعلماء من لدن الصحابة وآل البيت الكرام وإلى يومنا هذا. مصر وكأنها سرة العالم، بلد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الكتب المقدسة، ذكرها في القرآن صراحة 5 مرات، وذكرها يعني بالإشارة وبالضمير وفي السياق نحو 80 مرة. بعضهم إذا اكتفى بالإشارة وبالمعنى وبالمضمون يقول 30، ولو تأملت أكثر لخرجوا 80 مرة. هذه البلد لها إذن خاصية في كرة الأرض، هذه البلد هي مهد للحضارات، وهي علمت الإنسانية، بلد انطلق منه كل الخير، فهي أرض الصالحين بامتياز. ونحن لعلنا في هذا العام نتكلم عن كبار أهل البيت الكرام، والمصريون يحبون أهل البيت. صحيح. حبا هو من عند الله وليس من عند أحد وليس بسبب أحد وليس بسبب شيء، احنا بنحبهم. صحيح. طب ليه كده؟ سبحان الله. فنرجو في هذه السنة أن نتكلم عن آل البيت في كبارهم، ثم كذلك نتكلم عن الصحابة. الصحابة شيء آخر وشيء واسع، وهو أكثر من 5000 صحابي استشهدوا في فتوحات المسلمين وهم يعني يفتحون، لأن الصحابة نزلت تحت، وفي حاجة اسمها البهنسة فيها شهداء، وفي قرية اسمها الشهداء في المنوفية، كل هؤلاء من الصحابة الكرام. والسيوطي ألف كتابا في الصحابة الذين نزلوا في مصر ممن نعرف أسماءهم، لأنه 5000 دول يعني أغلبهم لا نعرف أسماءهم. أيضا مصر فيها من الأولياء الكبار العظام الذين نشروا التقوى، نشروا البرنامج اليومي للذكر والفكر. فيها أبو الحسن الشاذلي، فيها إبراهيم الدسوقي، فيها المرسى أبو العباس، فيها مجموعة ضخمة جدا من الأولياء. الله. فيها سيد عبد الوهاب الشعراني في باب الشعرية، تمشي كده هنا ولا هنا تجد أثار هؤلاء، حيثما نقلوا للناس كيف البرنامج اليومي لعبادة الله للقلوب الضارعة مع الله سبحانه وتعالى. مصر أيضا فيها طائفة رابعة كانت محط أنظار العالم كل ولا زالت، وهم العلماء. فيها من العلماء الكثير، فيها ابن حجر الهيتمي، وفيها الشمس الرملي، وهما ركن مذهب الشافعي، يسموهم كده الركنين بتوع مذهب الشافعي، يعني اللي شايلين مذهب الشافعية على اكتافهم. فيها الإمام الشافعي نفسه، يسموه صاحب مصر، لأنه لما جاء فدفن في مصر، يبقى إذن مالك مدفون في البقيع فهو في دار أهل دار الهجرة، والشافعي مدفون هنا، أبو حنيفة مدفون في العراق، فكل واحد يسموه إيه؟ صاحب البلد اللي حواليه. ولذلك تجد أكثر من حولهم على مذهبهم وعلى طريقة تفكيرهم في استنباط الأحكام الشرعية. مصر أرض آل البيت وأرض الصحابة وأرض الأولياء وأرض العلماء، فهي مصر أرض الصالحين، هذه الصالحين محروسة ببركتهم ومحروسة بشعبها ومحروسة بعمل أبنائها ومحروسة أيضا بدعاء أوليائها ومحروسة بجيشها ومحروسة بهذا التاريخ والعبق الذي ينجذب إليه الناس. فالدكتور، نبدأ بآل البيت الكرام، وإن تحدثنا سنبدأ بدرة التاج. درة التاج هو سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.
في بادئ الأمر لماذا اختار آل البيت الكرام مصر لكي يأتوا إليها في ظروف صعبة وفي محن شديدة تعرضوا لها بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما حدث في أو خلال القرن الأول الهجري؟ كما وصف سيدنا نوح فيما ذكرناه لو كنت رمضان الماضي مستحضر نعم. ما ذكرناه في رمضان الماضي أنه وصفها بأنها غوث العباد يعني ضرة البلاد. في حاجة غريبة جدا فيها وهو أنك عندما تدخل تشعر بالأمن والأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما واحد بيبقى في كرب، واحد بيبقى بيجري هنا ولا هنا، بيروح للمكان الذي يجذبه كالمغناطيس للحديد في الأمن. مصر آمنة بكل ما قد يكتنفها من مشكلات إلا أنها آمنة. تحس بالأمن فيها من خلال تصرفات أبنائها. هل هذا سببه النيل؟ هل هذا سببه الخصب؟ هل هذا سببه كثرة الخيرات؟ هل هذا سببه جينات شعبها؟ قول اللي تقوله، وليقل الأعمدة السبعة الصفات الست، قول اللي تقوله، ولكن في النهاية فيها حاجة حلوة. يعني لا تستطيع أن تعبر باللغة المتاحة لهذا الشعور بالأمن والأمان في مصر. ومن هنا كان أهل البيت يلوذون بمصر، وبدايتهم سيدنا الحسين. لما قتل جاءت عقيلة أهل البيت السيدة زينب ومن معها. نعم. طيب أستاذ فضلتك، بعد فاصل قصير نبدأ في شخصية مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإن شاء الله هنبدأ بمفتاح شخصيته الكريمة. أرجوكم تفضلوا بالبقاء معنا. السلام عليكم يا ابن المصطفى، السلام عليكم يا ابن الشفيع المشفع، أشهد الله أنكم تسمعون كلامي وتردون سلامي. سيدنا الحسين المطالب بالحق. تربى الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيت النبوة، فشكل ذلك شخصيته، فتزينت بكل الصفات والأخلاق الحميدة التي جعلته سيدا في الدنيا قبل أن يكون سيد شباب أهل الجنة في الآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: حسين مني وأنا من حسين. لم تكن الدنيا أكبر هم الحسين في تحركاته وقراراته، ولا مبلغ علمه في سكناته واجتهاداته، بل قال الحق حتى وصل به ذلك إلى الشهادة في سبيل تحصيله. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وبيستمر الحديث مع فضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة حول شخصية سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. مولانا، ما هو مفتاح شخصية سيدنا الحسين، خاصة أنه كان سيدنا علي كرم الله وجهه كان يريد أن يسميه حرب، ولكن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حينما جاء وحمله بل هو الحسين، قال بل هو الحسين. فبالتالي ما هو مفتاح هذه الشخصية الكريمة؟ سيدنا الحسين شرفنا وشرف العالم في يوم 5 شعبان في سنة 4. ومعنى كده إنه هو لما سيدنا النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عنده حوالي بتاع 6 سنين. سيدنا الحسن اتولد في 3. سيدة زينب عقيلة بني هاشم التي تشرف مصر اتولدت 6. فكانت
يعني 3-4 سنين لما النبي انتقل، لكن 6 سنين ده شافه وحفظه ولعب معاه وكذا إلى آخره. سيدنا علشان نبحث عن مفتاح شخصية سيدنا الحسين اللي هو سيد شباب أهل الجنة، اللي هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف إن النبي بالحنان بتاعه والأمان اللي كان يبثه في الكون شبع سيدنا الحسين حنان وأمان. كان سيدنا الحسين يجي كده وهو طفل صغير عنده 2 ولا بتاع ولا 3 ولا، ويلاقي سيدنا ساجد فيعلو ظهره، يعني يركب فوق ظهر النبي فيطيل السجود، واخد بالك؟ فلما يطيل السجود الصحابة بعد الصلاة تسأله: يا رسول الله يعني أطلت السجود، ففي حاجة يعني في فريضة جديدة فيها كذا نعمل كده؟ قال: رأيت ابني قد على ظهري فلم أرد أن أقطعه، يعني ما يقطعش الرغبة بتاعته في أنه يلعب اللعباية دي. كان يقول على سيدنا الحسين وعلى سيدنا الحسن: سيدا شباب أهل الجنة. يعني هيكون مولانا الاثنين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما شباب، ما كلنا هنبقى شباب في الجنة، ولكن ليه سيدا شباب أهل الجنة؟ يبقى سيدا أهل الجنة كلها. كلها؟ أيوة، مش كل أهل الجنة شباب. تاخد بالك، هم سيدا شباب أهل الجنة. طب أهل الجنة في منهم عواجيز؟ مفيش. في منهم عنده زهايمر ولا حاجة؟ مفيش. كله شباب. ومين السيد بتاعهم؟ الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. فأهل الجنة أصلا شباب، ولذلك دول سيدا، ابني هذا سيدان. لما جه رسول الله سماهم حسن وحسين، كان في واحد تالت اتولد برضه اسمه محسن. فلما سئل سيدنا يعني الحسن بعدين حسين وبعدين محسن، قال: هذا أبناء موسى. أبناء سيدنا موسى؟ أبناء سيدنا موسى، بشر وبشير ومبشر. فعلى بشر بقى الحسن، ما هو الحسن بيجيب البشر، وحسين يبقى زي بشير اسم التصغير، على التصغير يعني. ده الكبير وده الصغير، وبعدين كمان ينزل عليه الحسن وينزل عليه البشرى يبقى مبشر. مبشر. محسن مات، اللي بقي حسن والحسين. النبي عليه السلام مرة فرد العباية بتاعته، وجات السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين، والكلام ده كان في السنة 6، فما كانتش زينب لسه اتولدت، إنما كانت السيدة فاطمة عليها السلام حامل في زينب، ولذلك زينب أيضا تعد من أهل الكساء، بس كانت جنينا. الكساء اللي هو العباءة يعني؟ العباءة، الكساء اللي هو العباءة، عباية زي من العبايات اللي بنلبسها دي الواسعة، ينزلها من على كتفه ويفرشها والناس يقعدوا عليها، واخد بالك؟ فاللي حاصل انه سيدنا وفاطمة عليه السلام، علي والحسن والحسين، يبقوا دلوقتي بقينا 5، دول هم أهل الكساء. وقال: إن الله يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فسموا أهل الكساء. أهل الكساء يعني اللي النسل النبوي الشريف هيجي منهم. سيدنا الحسين شبع، فماذا كانت مفتاح شخصيته؟ كانت المطالبة بالحق. المطالبة بالحق. الناس على نفسيتين يا أستاذ عمرو. النفسية الأولى هي المواءمات والموازنات، وده كان أخوه الحسن كده، ولذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية. لما مات معاوية التاني، لا يا أخوانا، لا بد أن تشتمل هذه الحياة على المطالبة بالحق. ما ينفعش إنها تبقى ويسكت
عن المطالبة بالحق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بالحق هي كانت مشرب سيدنا الحسين، ولذلك ذهب إلى شيعته وحصل ما حصل. لكن الرجل ده شبعان حنان وأمان، والرجل ده أخذ من سيدنا علي مفتاح الشخصية التي يمكن أن نلخصها بالمطالبة بالحق. عظيم. من هنا هو الأولى بالخلافة من يزيد. يزيد ده كان يقوله إلعن يزيد ولا تزيد، لأنه في سنة هدم الكعبة، وفي سنة غزا المسجد النبوي، وفي سنة قتل الحسين. طيب فضل دكتور، أنا أستأذن حضرتك نتوقف اليوم عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الحوار الطيب مع فضلتك، ونشوف بقى إزاي كان سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان مطالبا بالحق، بل دفع حياته واستشهد في سبيل المطالبة بالحق على يد يزيد ابن معاوية. هو سيدنا الحسين لا تكفيه الحلقات كلها بتاعتنا اللي في رمضان ده، يعني لا تكفيه، لأنه مدرسة ولأنه نوع من أنواع البشرية عليها قوام الحضارات. أكيد. طيب هنرى إن شاء الله بكرة إزاي بقى كانت المطالبة بالحق كانت سبب في استشهاده، وكذلك بقى كيف أتت الرأس الشريف وشرفت مصر أو شرفت مصر بها. بشكر فضلتك شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم، ونراكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. اللهم نحمدك الحمد كله، ونثني عليك الثناء كله، أن بلغتنا رمضان شهر كتابك وشهر نبيك وشهرك المعظم، أنزلت فيه القرآن وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلت نهاره صياما وليله قياما، فاللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واستغفارنا، وأخرجنا من هذا الشهر ونحن على مغفرة تامة منك. اللهم ارزقنا رزقا حسنا، وأحينا حياة حسنة، ثم ابعثنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم ظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اسقنا من يدي نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا كلنا، ولا تكن علينا، فنحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا. اللهم يا ربنا اجعل هذا الشهر بركة علينا، وأخرجنا منه في زيادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين.